هل علاج الفوبيا بأنواعها المختلفة ممكن ومتوفر ولا صعب ولا مستحيل؟ متوفر إذا كان المختص مؤهل، ممكن وممكن نستأصله من جذوره بشكل كامل. حلو، يعني اليوم نقدر نقول كذا على الهواء للناس اللي عندهم فوبيا إنه إيش ما كان نوع الفوبيا اللي عندك ممكن علاجها، وإيش ما كان درجتها؟ نعم ممكن علاجها. وإيش ما كان درجتها؟ يا سلام، ممتاز، هذا مدخل مطمئن جدا. طيب ندخل للتفاصيل استاذ خوله، ايش تفاصيل علاج الفوبيا بحسب الحالات، الفئات العمريه، درجه الشده من غيرها، فصلي لنا في الموضوع. طيب الشيء الغريب اللي انا حابه اتكلم عنه انه في ناس تيجي العياده تيجي تقول لك انا عندي كذا، انا ابغى العلاج المعرفي السلوكي، وكأن العلاج المعرفي السلوكي عباره عن وصفه دواء ولا شيء معين. الفكره الحقيقيه في الموضوع انه العلاج النفسي يختلف من فرد إلى آخر، لا يمكن أنا أحط علاج نفسي أو خطة علاجية تكون مطابقة لفلان، لأنه في عوامل كثيرة تحكم، من العوامل الشخصية، طريقة دخوله إلى الاضطراب نفسه، سبب، يعني حأعطيك مثال عشان نسهل الموضوع، مثلا السوشيال فوبيا أو الرهاب الاجتماعي. دخول الإنسان للرهاب الاجتماعي له أسباب، غالبا سببين ما يتعداهم. السبب الأول ضعف الثقة في النفس، والسبب الثاني أفكار معينة وخوف من أحكام الآخرين. أحد الأسباب ممكن يكون هو السبب الرئيسي، لنفترض أن الشخص هذا السبب الرئيسي لدخوله العالم أو للرهاب الاجتماعي هو أنه عنده ضعف ثقة، ما هو واثق في نفسه، عنده نظرة سلبية لذاته، فبالتالي أنا ما حينفع أطبق معاه مثلا العلاج المعرفي السلوكي، حستخدم معاه أساليب علاجية أخرى زي العلاج الإنساني هو المناسب له. ثم بعد فترة ممكن أدخل في العلاج السلوكي عشان نعالج الأفكار. أساسا مجرد ما ننتقل للخطوة اللي بعدها أو الستيب الثاني من العلاج حيكون أوريدي هو وضعه أسهل وألطف في أنه نبدأ معاه الخطوة الثانية في العلاج، ثم نبدأ معاه في التدرج السلوكي.